السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن هني في مدرسه الوحده. انا اخوكم زايد الثقفي، ناب في مجلس شورى شباب الشارجه ورئيس مجلس الطلاب في مدرسه الوحده. عاد انا لي هذه اخر سنه في مدرسه الوحده بعد ما قضيت 6 سنين في المدرسه العظيمه هذه اللي فيها كل الانشطه وكل المشاريع، وتحت نحن كنا متوحدين على تحت سقف واحد اللي هو مدرسه الوحده، ونشتغل من اجل مدرسه الوحده لنوصل تحت كلمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كلنا في المركز الاول. نحن نبغى نوصل ان شاء الله لهالمكان وهالمركز بعد ما نحن كل المشاريع نتوحد تحت اسم واحد مدرسه الوحده. اشكرك.